السلطات دات العمل ديالها من الاول، بداو المرضى من الاول ديال مارس تقريبا، في بعد الاسبوع الاول مارس بداو المرضى تيتوافدوا على المستشفيات اللي مخصصه لهذا الوباء. في هاد المرضى كاين واحد العدد ديال الناس اللي الحاله ديالهم صعيبه من الاول، ولكن الشفاء تيحتاج 10 ايام حتى 14 يوم، عاد ديك الساعه تنعلنوا على الشفاء. خص باش نعلنوا على الشفاء خص يكون شفاء سريري ونديروا تحليلات مخبريه عاد نقولوا كاين الشفاء. داكشي علاش 14 يوم الاولى ما كاينش الشفاء قليل. شكون اللي كان تشافى في هاد 10 ايام الاولى؟ هما الناس اللي كان جبرنا عندهم هاد المرض في الاول مارس، بدينا من تقريبا من 15 16 مارس بداو الحالات ديال الشفاء. والوفيات اللي وقعوا في جميع انحاء المغرب طرف كبير فيهم، ما تنقولش كلهم ولكن طرف كبير فيهم، ناس كبار اللي عندهم امراض مزمنه واللي كان يمكن اون غريب نورمال توصلهم لهذه الحاله. دونك هادشي علاش نفهم الناس بان راه العدد ديال الناس اللي غيتشافوا غيمشي غادي تيطلع بشويه بشويه، لان اي واحد خصو يدوز 10 ايام ويبرا ونديروا تحليلات مخبريه عاد ديك الساعه نقولوا بان تشافى. غنهضر على ما هو نفسي، هو صعيب لان الله يكون في عون المريض. المريض تيجي بعد النوبات الحاله ديالو ماشي صعيبه، عنده شويه ديال الضيق ديال التنفس، تيدخل المستشفى تنتكلفوا به، تياخذ الاكسجين ديالو تياخذ الدواء ديالو، ولكن النهار كله هو عنده الهلع. داكشي تيشوف الناس تتموت، تيبقى واخا الحاله ديالو ماشي صعيبه تيبقى عندو الهلع بارفو باغ ديزان. عندنا باغ اكزومبل بسيكياتر تتعيط لكل المرضى مره في النهار تهضر معاه في التليفون، لان ما يمكنش غادخل عند المريض 40 مريض في الصباح تقدر تهضر معاهم في التليفون. ولكن هذا لو فولي امبورتون تنقول للناس اللي كاينين في ديورهم تيتواصلوا مع المرضى ديالهم يهدنوا عليهم، ما يزيدوش يتخلعوا لا هما ولا يخلعوا المرضى. تنقول الناس يبقاو في ديورهم يصبروا، تنعرفوا بان تبقى في الدار صعيب، الوليدات الصغار صعاب، الناس الكبار صعيب، ما تخرج الحياه ديالك تتبدل صعيب. فهموا بان تكون في الحاله ديال مصاب وفي مستشفى واخا يكونوا راقبك بزاف ديال الاطباء وتكون في احسن مستشفى وعندك كل شيء، الحاله صعيبه 70% اكثر ولا 100% اكثر. دائما كنقولوا باننا التغيرات ديال الارقام من يوم ليوم من اليوم حتى اليوم الموالي سواء كانت في الانخفاض او في الارتفاع ما عمرها ما كتخاذ بعين الاعتبار في علم الوبائيات والصحه العامه. كنراقبوا الوتيره على عده ايام، فما عمرنا ما كنا كنتوقعوا باننا غادي يكون انخفاض بهذه السرعه كامله. حنا مازالين كنتوقعوا بان الوتيره غادي تمشي، ولكن المؤشرات اللي عندنا كتدل على اننا يمكن متحكمين في الحده ديال الوباء باش ما يفاجئناش ويطلع واحد المستويات عاليه اللي يجعل ان المنظومه الصحيه ما تقدرش تكفل بالحاله لا قدر الله. فهذا ديال هادو هما المؤشرات اللي عندنا دابا انه ما غاديش يكون ديك الحده كبيره ولكن الوتيره راه غاديه. دابا حنا